طبعا بعد ما خلصت السادس ابتدائي لابد اذهب الى العمل، حسن خلاص انتهى، صرت رجال يعني اعتبر رجال في حينها. ذهبت الى بيت جدي علي عند العم حسن، يبعد تقريبا حول 3 أو 4 كيلو جهة الشرق في مكان يسمى العطف وادي خرص. وذهب معي الى مركز الاثنين بلسمه المقر المتوسط. استأجرنا طبعا بيت في حينها تقريبا 120 ريال يعني 10 ريال الشهر، لكن مين اللي عنده 10 ريال اصلا؟ طبعا بعد ما استأجر لي العم البيت جلست لوحدي، لا والدة لا أخت لا أخ لا صديق لا زملائي، كلهم طبعا ما كان فيها أحد أصلا موجود. اللي معاي أنا الوحيد اللي سجلت في السنة اللي أنا جيت فيها، واللي قبلي كلهم توكلوا من على سنتين وعلى سنة كلهم توكلوا على الله وسجلوا في الرياض، بعضهم المعهد الصحي، بقيت لوحدي طبعا. أنا اللي أهتم في نفسي، أقوم الصباح طبعا في البداية ما كان فيه حتى حاجة يسمونها دافورة أو كولة، أشب النار بنفسي، أذهب إلى الجبل أجيب الحطب أشب النار، أسوي لي فيه طبعا صاج صغير كذا، أخذ لي الدقيق أضعه في لا إله إلا الله في الإناء وأحرك بس فقط هذه بالموية، وأسوي لي حاجة أحط عليها سمن، كان وقتها أبو شوكة يسمونه، تضعها بس على الصاج على أساس يسهل عليك تقليب نسميه القرص في حينها.